ديديكاس من عند حماد الخويا نبيل المشوش، حتى الحين نبيعات من البروكسل حتى الحين نبيعات. السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، معنا الاخ احسن شيفور في العالم، وتحيه واحلى تحيه ليه. وكلمه كتقال الاخ بوينينا خونا فريميجا الرجوله د البلاد، تحيه نضاليه. السلام عليكم، غادي نتبحروا خوتي، ومن نوصل البحر غادي نكمل معاكم الفيديو. تحيه لكم. ها الطريق فينا هي هي هذه الطريق. عايش وما تحضيش، واخا تكون درويش عايش وما تبقاش تحضي عباد الله. ويلي يا صاحبي المايه البحر الناس الدنيا الحياه، شو من هيدا دوز من هيدا. تحية نضالية للناس ديال الشاطئ مدينة السالة، تحية للسلاوية بصفة عامة من المدينة وجر سيدي ابراهيم ديما لايسيس ديما سلا فار ويداد بدا، ولكن سلا راه كتبقى سلا شي حاجة خاصة. المهم ما عليناش اخوتي، حنا غادي نتبحرو غادي نحكي شي واحد بسم الله. الحمد لله على كل حال، حيت راحتي في البحر كرتاح. وفعلا هذيك الكلمة ديال اللهم البحر والمواجو ولا البر وخماجو، والله العلي العظيم. تريح جنب البحر كتقدر تشوف في المواج ديالو، تقدر شي حاجة مقلقاك كتنوض تفوه، والله العلي العظيم اخوتي. الحياة هي هادي. وحدي مع داك الفيديو الاخ المناجير الغزال ديالي اللي وقف واش بقى تصور وبقى كنخرط في الخوا الخاوي، تحيه ليكم. المناجير دبرت عليه راجل خصيب كيعرف يصور، حتى الطومين خصك الا ما كانش عندك المصور مالك وانت ما عارف الطومين خصك ولا واحد، واحد يبقى شاد لك لابارات كتهضر كتعبر كتقول كتعيش، هي الحياه الحمد لله. كيقول لك سلا خايبه، وريهم اخويا سلا كي دايره، وريهم. قال لك سلا عندنا الناس متحفظين، عرفتي شنو هي مدينه الساله؟ حضاره مدينه الساله شي حاجه من اولين العالم، ماشي نقول لك من المغرب. ودار الله يخلف العمره كتخرف، والثلاجه ها هي غدا مطنطنه غاس بالماس غاس بالماس، ما كاين لا شراب لا والو، كاين غير تقيوتات. المهم علينا السوق وراه هما دازوا حتى راه ماشيين ليهم، هما يحترمونا حتى حنا ولاد الشعب. تحيه لعشا الملك وعشا الامن اللي كيخدم بواحد الخدمه متقونه، عشا الامن اللي كيخدم بالخدمه المتقونه. المهم ما عليناش، تحيه خويا مول بي ام، تحيه نضاليه خويا، شكرا لك شكرا. المهم ما عليناش اخوتي، كنوريوكم الاسوار ديال المدينه ديالنا د الملاح. هذا هو سور د الملاح، هو هذا شوف تبارك الله كي داير الدنيا عندنا في سلا. شوفوا الدنيا عاوتاني كي دايره عندنا في سلا، ماشي مطلوبين زعما. حنا واش خلينا ليه؟ شنو؟ حانوت حانوت قال لا نمشيو تا نمشيو لهذاك، ماشي مشكل باقي خدام. كيما مشينا هو هذا. شكرا مرحبا.
شوف عليك، عسبي يا الخويا، صوتك ديما ويدك.